وقوموها، وانا دلوقتي معايا نموذج 10. يبقى يوم ما اجي افتح تاني الاقي بقى الناس اللي ما قدمتش جات لي برضو مرة اخرى، ويبقى انا بصفي هذا الملف عشان انتقل بعد كده للماراثون اللي عمر بمروان ورجاله في وزارة العدل والشارع عقاري بيشتغلوا فيه، ألا وهو إن أنا أسجل العقار. صح، واخد بقى ما هو تسجيل العقار دي كل العقارات دي ما تصطدم في التسهيلات اللي المستشار عمر عاملها هو وزملائه في القانون في مسألة إن لازم المبنى يكون له رخصة. فلو حضرتك أنت كنت عامل لقاء معاه من كام يوم، نعم. كان هايل وشرحته فيه. فطالما المبنى ملهوش رخصة ومبنى مخالف يبقى صاحبه مش هيعرف يسجل. صح. طب هل احمد بيه سيادة النائب، هل احنا عارفين كم واحد؟ طب احنا خلاص عرفنا اللي قدموا طلبات، عندنا كم واحد المفترض كان يقدموا وما قدموش، او احنا عندنا حصر بالمخالفات اللي موجوده بصراحه؟ لما تنزل تتمشى في روض الفرج، نعم، بولاق الدكرور، ارض اللواء، لما تنزل على رجلك وانت من الصعيد وعارف، نعم، وتتمشى في تعرف ان عدد 2.8 من 10 مليون طلب ده لا يعبر عن الواقع وان احنا عندنا، بس ده مشوار طويل لازم يكون نفسنا. لانك بتعمل ايه؟ نعم. انت اولا بتبني بنيان اداري ومنظومه اداريه، نعم، جديده، ثم بتشكل وعي جديد عند عند المواطن. نعم. وده اللي احنا بنتكلم فيه، بنقول دايما بالتوازي. يعني انا اقول للحكومه يا حكومه، تصالح بالتوازي مع التعدي على الارض ازاله من المهد، بالتوازي مع تيسير اجراءات تراخيص البنى للمواطن بكرامه. نعم. الثلاث بنود دول لو مشوا، ولازم يمشوا مع بعض، واخدها، انت هتقدر تحصل على النتائج اللي انت عايزها في اعاده التوزيع الديموغرافي لبلدنا بالشكل اللي المفترض يكون عليه، مش بالشكل اللي موجود على مدار الاف السنين وخلى الوضع كما هو عليه بالشكل ده.